العلوم الإسلامية، والمهندس علاء جرار المدير العام لمنصة جو أكاديمي، ومن القدس السيد راسم عبيدات عضو اللجنة الأهلية للدفاع عن المنهاج الفلسطيني. نبدأ أولا بتقرير فريق البرنامج من القدس. عن يعني تدريس، عملية تدريسية كاملة متكاملة، هناك معلمون، هناك منهاج، هناك محتوى تعليمي، وهو يعني وهي الخصوصية كمان مرة اللي هي المنهاج الوطني الفلسطيني كمرجعية وإطار، يدرسون طبعا للطلبة وكأن أمامهم طلبة. فحقيقة إحنا اطلعنا على هاي المبادرة وهي بالمناسبة مجانية، فهاي طبعا ما بتكلف شيء في ظل هاي الظروف. هذه المبادرة هي بمتابعة وإشراف الديوان الملكي الأردني، لهم كل الشكر والتقدير. طبعا سمو الأمير غازي على تواصل شخصي مع وزارة التربية والتعليم للمساهمة طبعا في التعليم. يعني كما قلت، التعليم هو حق مقدس لجميع الطلاب، لجميع الأطفال. فيعني الأردن، يعني هذه المبادرة لم تكن الأولى ولم تكن الأخيرة، يعني هذه المبادرة جاءت في أوقات عصيبة، في أوقات صعبة. هي طبعا اتخذت لها مرجعية المنهاج الفلسطيني، يبدأ من رأس الناقورة حتى جبل الكرمل. بعد اطلاعي على هذا البرنامج وهذا التطبيق، أثلج صدري هذا العمل الرائع، ولهم جزيل الشكر كل من قام وشارك بهذا العمل، لأنه يوثق الحقائق التاريخية عن فلسطين وعن تاريخ فلسطين وتاريخ النضال الفلسطيني، ويعتبر مادة دسمة للطالب الفلسطيني من بداية دخوله المدرسة من الصف الأول حتى تخرجه إلى الصف الثاني عشر. هذه المواد المطروحة في هذا التطبيق هي حقيقية، تاريخية، تعكس التاريخ العربي والإسلامي لفلسطين ولتاريخ المنطقة بشكل عام، يوثق منهاج حقيقي يمكن الاعتماد عليه في تخريج الباحثين بعقليات غير مهودة وغير ولا تجد فيها بصمة للاحتلال، كما يحاول الآن تهويد المنهاج في مدينة القدس وفي الداخل الفلسطيني. نجد أن هذا المنهاج أو هذه المادة المطروحة وهي تمثل المنهاج الفلسطيني بكل فصائله، بكل شرائحه، مواد علمية، ثقافية، دينية، إسلامية، أيضا مسيحية فيها، تجد كل هذا الزخم في هذا التطبيق. والملفت للنظر أنه بعيد عن السمة التجارية، هو يعني تطبيق مجاني، لا يكلف من ينزل هذا التطبيق شيء سوى تنزيله لأول مرة، ويمكن استخدامه بدون نت أيضا. السلام عليكم طلابي طلاب. هناك معلمون يدرسون بطرائق واستراتيجيات عديدة، من خلال طبعا شروحات، من خلال أوراق عمل، من خلال فيديوهات. فهذه المبادرة يعني لها مزايا عديدة، بإمكان الطالب أنه ينزلها مرة واحدة فقط، بيستخدموها طبعا الطلاب في أي وقت. كما تعلمون يعني طلاب غزة مش دائما متاحين، هناك يمرون بظروف قاسية وصعبة جدا، وبالتالي هاي يعني مزايا وميزات للمبادرة اللي هي ستسهم إن شاء الله في التعليم، وإن طلابنا يحصلوا على أبسط وأدنى حق من حقوق أي طفل في العالم. أنا أجد في هذا التطبيق مركزية تعليم، أنصح وأصر على أن يطبق في كل بيت، في كل مدرسة، في ظل الظروف التي تحياها فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، يمكن استخدامه في غزة من أجل إنقاذ أبنائنا في غزة الذين يعانون أشد المعاناة تحت وطأة هذه الحرب الشرسة العنصرية. يمكن توصيل هذه المعلومات إلى كل بيت فلسطيني من خلال تنزيل هذا التطبيق. نحن نتحدث عن غزة، لكن هناك يعني القدس كمان لها وضع خاص
المنهاج الفلسطيني يحرف، المنهاج الفلسطيني يعني هناك ملاحقات عديدة لمديري المدارس والمعلمين والمدارس، أنه حتى يعني هاي المناهج الفلسطينية ملاحقة من قبل السلطات القائمة بالاحتلال. وبالتالي نعم يعني هي فقط ليس لغزة، عندنا مناطق بتعرف يعني الجغرافيا الضفة كمان يعني مختلفة، وهناك بيئات متنوعة، وبالتالي بإمكان حتى المدارس يعني قد تستفيد منها مدارس في مديرية رام الله مثلا أو نابلس أو أي مديرية أخرى تتعرض لانتهاكات متكررة وبصورة يومية. هلأ هذه تساهم أيضا في محاربة سياسة الطمس، هم يحاربون الحجر والبشر زي ما بيحكوها، فهذا طبعا بيساهم في انه هذا هو منهاجنا الفلسطيني اللي احنا طبعا بنحافظ عليه، والمنهاج الفلسطيني هو الذي يطبق. الكرام بضيوفي هنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور جعفر الفناطسه رئيس جامعه العلوم الاسلاميه، اهلا وسهلا بك، ورحب كذلك بالاستاذ المهندس علاء جرار المدير العام لمنصه جو اكاديمي، ومن القدس ارحب بالسيد راسم عبيدات عضو اللجنة الأهلية للدفاع عن المنهاج الفلسطيني. تحياتي لك أستاذ راسم، وأيضا ضيوفي هنا يبعثون لك بالتحية. ألف تحية لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم، ونحيي تلك المبادرة الرائعة والعظيمة التي تستحق الشكر والثناء من نعم. هذه المبادرة من الحكومة أو الحكومة الأردنية أو مبادرة من الجانب سمو الأمير غازي، والتي نعتقد بأنها تأتي في ظرف استثنائي يمر به الشعب الفلسطيني في ظل عدوان يتواصل على شعبنا الفلسطيني، ويتم استهداف ليس البشر والحجر بل هو استهداف للمنهاج الفلسطيني، سواء كان في قطاع غزة أو في مدينة القدس أو في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني في الغربين. طبيعة الحال راح يعني نوجه السؤال إلى ضيفنا العزيز الدكتور جعفر، والسؤال بطبيعة الحال ما الذي دفع جامعة علوم الإسلامية للقيام بمبادرة من هذا النوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساء ومساء الزملاء جميعا. يا سيدي، جامعة العلوم الإسلامية ومنذ نشأتها هي صاحبة رؤية ورسالة. جامعة العلوم الإسلامية تساهم في المشروع الحضاري الإسلامي العالمي، لذلك بدأت الجامعة ومنذ عدة سنوات بإيصال رسالتها وإيصال رسالة الدين الإسلامي السامحة إلى كافة العالم. لذلك بدأ عنا في استوديوهاتنا إنشاء برامج أكاديمية في المذاهب الفقهية الإسلامية لاعتمادها بالتعليم عن بعد، بالإضافة إلى تخصص اللغة العربية. فإحنا صار في عنا خبرة بالجامعة بالتعليم عن بعد، ولدينا منصة، وهذه البرامج كبرامج جامعية اعتمدت من قبل وزارة التعليم العالي ومن قبل هيئة الاعتماد اعتمادا عاما واعتمادا خاصا. في خضم الآن الأحداث التي تمر بها فلسطين وغزة، ونحن نشاهد الحرمان من التعليم لأبناء غزة تحديدا ولكل فلسطين بشكل عام، وتلبية للنداء الملكي ولموقف الأردن المشرف حقيقة دائما تجاه أشقائنا في فلسطين، بدأت الفكرة في جامعة العلوم الإسلامية ابتداء بتقديم هذه البرامج الجامعية إلى أبناء فلسطين وإلى أبناء قطاع غزة. ولكن رأينا أنه من الأفضل وحتى تكون الرسالة مكتملة لابد أيضا من تقديم التعليم المدرسي. لأن يعني عدد الطلبة على مقاعد الدراسة كما علمت من وزارة التربية الفلسطينية يتجاوز 600,000 طالب. وهؤلاء جميعا حرموا من التعليم المدرسي. فبدأت الفكرة أنه هل يمكن إيصال التعليم أيضا لهم من خلال المنصة ومن خلال التعليم عن بعد كما هو عليه الحال في التعليم الجامعي.
بدأنا الحقيقة يعني وكانت الفكرة طيب هل يمكن أن نبدأ بالمنهاج الأردني أم المنهاج الفلسطيني؟ الحقيقة رأينا أن ما يحقق الغاية هو اعتماد المنهاج الفلسطيني، مع أنه كان من الأسهل أنه اعتماد المنهاج الأردني كونه يعني هنا لشركات متخصصة مثل جو أكاديمي هي أصلا قامت بتصوير المنهاج الأردني. فقلنا لابد لا من أن يكون من خلال المنهاج الفلسطيني المعتمد في فلسطين حتى تتحقق الغاية المرجوة من قبل هذا المشروع. وبدأ التواصل حقيقة مع شركة جو أكاديمي كونها من الشركات التي لديها خبرة في التعليم عن بعد في التعليم المدرسي، لأن حضرتك زي ما بتعرف أن التعليم الجامعي بيختلف شوي عن التعليم المدرسي. وبالفعل بعد التواصل معهم يعني وجدنا أنه الفكرة كانت مقبولة جدا لديهم، وهم بالعكس كانوا بيفكروا فيها ويمكن كانوا بيبدأوا يشتغلوا عليها. فيعني التقينا يعني كجامعة ومع الشركة على هدف واحد. الهدف هو إيصال فعلا التعليم إلى الناس اللي حرموا من هذا. التعليم. أنا بدي أستوضح نقاط كثيرة من حضرتك. تفضل. هلا أكيد هذا أخذ وقت التفكير من ما بدأت فكرة. وممكن أسألك من وين نبعت الفكرة، من صاحب الفكرة الأساسية؟ يا سيدي الفكرة بدأت من الجامعة. وعملنا على هذه الفكرة وعلى هذا المشروع حتى يظهر بصورته النهائية الآن منذ 9 شهور. تمام. 28 استوديو كانت بالشركة وعشر استوديوهات بالجامعة كانت. 9 شهور كافين لولادة ولادة مبادرة. أنا سؤالي لحضرتك مهندس علاء، هلأ إحنا كانوا زمان كثير يتكلموا على وسائل الإيضاح في التعليم والأمثلة، ما الذي تم استخدامه مع وجود هذه التقنيات الجديدة في المنهج خاصة في العلوم؟ إحنا بنعرف أنه في العلوم بدك ربما تصوير جرافيك، بدك عمليات، شو المنهجية اللي اتبعتوها بحيث انه تعوضوا الطالب بشكل كلي عن ان يكون بين يديه كتاب يلمسه بيديه؟ بداية سيدي او مختبر كمان. صحيح. نعم. بداية سيدي شكر لكم في استضافتنا اليوم. في جو اكاديمي بدأنا بداية في كوننا بدأنا من الصفر ونظرنا الى المنهاج الفلسطيني والمحتوى الفلسطيني، بدأنا بتفكيكه إلى مخرجات تعليمية. ومن ثم تحويل هذه المخرجات التعليمية إلى بعض النقاط المهمة فيما يتعلق في صناعة المحتوى، سواء كان محتوى مرئي أو مكتوب أو حتى على شكل امتحانات إلكترونية تقيس قدرة الطالب وإمكانياته. فبدأنا بالخطوات الأولى واللبنات الأولى في تحليل المحتوى. نتكلم على 12 سنة دراسية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثاني عشر، في عدد كتب يتجاوز عددها أو عدد مناهج يتجاوز 70 كتاب يغطي 12 سنة دراسية وأكاديمية. ومن ثم بدأنا ببداية بتصوير المحتوى الأكاديمي من خلال استخدام عدد من الأدوات التقنية زي السمارت بوردز. بدأنا استخدام عنا مبرمجين ومنتجين، بدأنا باستخدام بعض الجرافيكس، بعض الأدوات المفيدة في العملية التعليمية، بعض الأدوات اللي استخدمناها داخل غرفة الصفية أو داخل الفيديو التعليمي. ومن ثم إضافة محتوى على شكل محتوى مكتوب، إما على شكل تكست، على شكل شروحات، على شكل امتحانات إلكترونية، هذه كلها تم إضافتها إلى التطبيق في مراحل الأولى. نعمل على الآن على تطوير التطبيق في مراحل قادمة بحيث أنه يصبح في بعض الأدوات الأخرى اللي كان لازم ممكن نعملها لكن محتاج إلى وقت أطول، لكن حتى نستطيع أن نطلع في المحتوى اليوم وبالشكل الموجود اليوم كان لازم نطلع بالشكل والإمكانيات الموجودة المتاحة في التطبيق اليوم. أشكرك أستاذ راسم عبيدات. يعني إحنا ياما تحدثنا مع حضرتك من خلال هذا البرنامج ونحن نتابع مشكلات التعليم خاصة في القدس وما يتعرض له المنهاج الفلسطيني من محاولات للمنع أحيانا وللتهويد والعبث والأسرلة مرة أخرى والمدارس اللي في القدس وغيرها. وكان من المرات اللي كنا نتوجه فيها بالسؤال لحضرتك إنه شو البدائل حتى الطلبة يستمروا في التعليم عن بعد ربما في كنف الأهل بعيدا عن المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير فكر وثقافة أجيال من الطلبة الفلسطينيين. اليوم كيف بتشوف مبادرة من هذا النوع؟ حضرتك في البداية أشدت بأن هذه مبادرة مهمة، لكن أولياء الأمور كيف يتطلعون لمبادرة من هذا النوع؟ طبعا سيدي أولا الشكر أيضا موصول لجامعة العلوم الإسلامية على هذه المبادرة، وهذه المبادرة رائدة
في التعليم الفلسطيني والحفاظ على المنهاج الفلسطيني من خلال التعليم عن بعد في هذا الاتجاه، لأن التعليم في مدينة القدس يتعرض إلى حرب شاملة من قبل الاحتلال في إطار عملية أسرت كامل العملية التعليمية في مدينة القدس. اليوم الاحتلال يطارد كل المدارس التي تقوم بتدريس المنهاج الفلسطيني التابعة، هذه المدارس تابعة لإدارة الأوقاف الإسلامية، وهي تابعة أيضا لوزارة التربية والتعليم، وهي تتبع الحكومة الأردنية. لذلك اليوم تجري هذه العملية، ما من يريد أن يوصل المنهاج الفلسطيني إلى المدارس الفلسطينية هو الاحتلال، يطارد السيارات أو الشاحنات التي تنقل الكتب، ويتعرض من يقومون بنقلها إلى المساءلة الأمنية وربما إلى الاعتقالات، والمدارس يتم مداهمتها من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية والشرطة والتفتيش حتى حقائب الطلبة من خلال الوصول إلى هل يتم تدريس المنهاج الفلسطيني أو المنهاج الفلسطيني أو المحرف، وحتى المنهاج الإسرائيلي الكامل في هذا الاتجاه. تعرضت المدرسة الإبراهيمية ومدارس الإيمان الخمسة إلى حملة شاملة في هذا الاتجاه، وهددوهم بسحب التراخيص إذا ما استمروا في تدريس المنهاج الفلسطيني، وأعطوهم تصاريح مؤقتة لمدة عام. وبالتالي هذه المدارس التي تتعرض إلى حرب شاملة في مدينة القدس من أجل إتصال منهاج الفلسطيني من مدينة القدس والاستعاضة عنه في المنهاج الإسرائيلي. نحن نرى بأن في هذه المبادرة أهمية كبرى بتوفير المنهاج الفلسطيني وبجودة عالية، وبدون أن يتم ربط ذلك بالدهور يمكن استخدامه بدون الإنترنت، وهو مهم بالأساس لطلبة مدينة القدس لطلبة قطاع غزة، والذي يتعرض إلى عدوان شامل من قبل الاحتلال وتتعطل العملية التعليمية بشكل كامل. اليوم عندما يتم الحفاظ على المنهاج الفلسطيني، المنهاج الإسرائيلي على سبيل المثال في مدينة القدس، لا نريد أن يتعلم طلبتنا أن الأقصى هو جبل الهيكل، أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، لا توجد نكبة فلسطينية، هناك استقلال لما يسمى بدولة الاحتلال، لأن جبال يهودا والسامر بدل جبال الضفة الغربية، والطبرية أقدم مدينة إسرائيلية. حتى يراد أن يتعلم الطالب الفلسطيني عن الرموز والأعياد اليهودية وعن الشخصيات اليهودية، ما يسمى بالشخصيات القومية والدينية التي بنت هذه الدولة على بين قوسين التسامح والديمقراطية، ومنهم من احتلوا أرض فلسطين وطردوا وهجروا شعبنا الفلسطيني بدءا من جوبتنسكي وبن غوريون ومناحم بيغن وشارون وغيرهم. ولذلك عندما تتم هذه المبادرة، والتي أعتقد أنها مبادرة نوعية في أنها تحفظ للطلبة الفلسطينيين وعيهم، هذه تمنع عملية اختراق وصهر وتجريف وعي الطالب الفلسطيني، وبالتالي هي تحافظ على انتمائه، تحافظ على هويته، تحافظ على تمسكه بأرضه ووجوده في هذه الأرض. وهذا الجهد الكبير الذي تحدث عنه الدكتور، هذا ما يحتاجه شعبنا الفلسطيني. أنا راح أرجع لحضرتك أستاذ راسم، لكن كمان في هذا السياق بهمنا نسأل أولا شو مفهوم الوايز سكول، وثانيا في هذا الإطار، وأنت قلت أنه مشيتوا في عملية بحث منهجي لمعرفة لمين هذا الكلام موجه، الفئات يعني الأكثر استهدافا في هذا المناطق كذلك. أعطينا فكرة عن يعني، لأن مرات المبادرة في حد ذاتها دكتور إطارها كتير مهم، يعني مش التفاصيل بس، الإطار، لأنه هو بشكل خلينا نقول الحافظة لهذه المبادرة، بحيث أنه ما بدخلها أي خلل، ما ممكن يدخل عليها أو يعمل نوع من التغيير في هدفها أو سوء فاهمة. وفيما بعد أنا رح أسألك برضو على قضية اعتماد هذا المنهج، بحيث أنه كمان الطالب اللي بده يدرس بده يعرف أنه كأنه في الصف، وأنه رح يأخذ شهادة ويترفع مثلا من العاشر إلى الحادي عشر وهكذا. صحيح يا سيدي، هو وايز سكول، وايز يعني هو اختصار لجامعة العلوم الإسلامية العالمية. نعم، هو سكول اللي هي بس جاي بالمناسبة المدرسة. وايز يعني كمان ماخذ المعنى الآخر بمعنى حكيم يعني. صحيح. نعم، لكن هو اختصار لجامعة العلوم الإسلامية العالمية. نعم، يعني هو الهدف الأساسي كان مشروع تعليمي شامل حقيقة.
فبالإضافة إلى المنهاج الفلسطيني من الصف الأول وحتى الانتهاء من الثانوية العامة، وضعنا على هذا التطبيق أيضا زي ما حكيت لحضرتك اللي هي البرامج الأكاديمية الجامعية المعتمدة، سواء البكالوريوس في المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي، بالإضافة إلى البكالوريوس باللغة العربية. نعم. بالإضافة إلى أن هذا التطبيق يحتوي حتى على الدورات التعليمية بعيدا عن المواد الأكاديمية، كدورات تعليمية في الفنون، في حساب الكميات، في المهارات، يمكن إكسابها أيضا إلى الشاب الفلسطيني حتى لو كان ما بده أنه هو يتعلم. يعني في ضمن هذا دكتور رفهم من حضرتك أنه ضمن هذه المنصة ممكن الطالب يدخل إلى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه؟ هو لغاية الآن البرامج المرخصة لدينا بمنح شهادة هي برامج البكالوريوس اللي ذكرتها لحضرتك الأربعة. نعم. ونسعى أنه يكون إن شاء الله حتى الدكتوراه يعني. وأيضا ما يميز هذا المشروع يعني حتى هنالك برامج غير من يعني أكاديمية وغير منهجية موجودة عليه. نعم. يعني عندك مثلا محاضرات في الدعم النفسي، عندك محاضرات في الإسعافات الأولية ممكن أنه يطلع عليها أي شخص موجود في الداخل الفلسطيني. حقيقة هذا يعني المشروع وهذا التطبيق يعني زي ما حكيت لحضرتك هو مجاني بالكامل، يعني ما يميزه أيضا حتى، والآن بدي أعلن عن شغلة يعني حقيقة، أنه حتى من أراد الحصول على شهادة البكالوريوس في جامعة العلوم الإسلامية بهذه البرامج المعتمدة من وزارة التعليم العالي ومن قبل هيئة الاعتماد، أيضا هذه البرامج مقدمة مجانا لأبنائنا وإخواننا في قطاع غزة. نعم. طيب أنا كمان سؤالي للمهندس علاء فيما يخص التغذية الراجعة، قبل ما ندخل الاستوديو كنت عم بتتابع انت على الموبايل الارقام والمؤشرات والاخري. صحيح. يعني المنصه امتى بدات تشتغل على ارض الواقع، وامتى اصبح في اشخاص يقدروا يدخلوا عليها، وكم عددهم الان حتى الان؟ يعني المنصه اصبحت تقريبا جاهزه للانطلاق في منتصف شهر 9، كانت قابلة للتطبيق، مرت في عدد من المراحل بالقياس والتجربة. نعم. والفحوصات، وحتى تأكدنا من حيث المحتوى والتدقيق وجودة المنصة وقدرتها على احتواء الطلاب. أخذت منا تقريبا ما بحدود 10 أيام، بقدر أقولها طلعت تقريبا للطلاب من 3 أسابيع، من أسبوعين إلى 3 أسابيع أصبحت. نعم. متاحة للطلاب. خلال الأسبوعين أو 3 أسابيع الماضيين تقريبا في 120 ألف طالب في فلسطين، سواء كان في الضفة الغربية أو في غزة، اشتركوا وكانوا موجودين على هذه المنصة وبدأوا دراستهم، منهم تقريبا 66 ألف طالب. غريب والله، هذا شيء مطمن يعني. الحمد لله. منهم 66 ألف طالب في الضفة الغربية وتقريبا 58 ألف طالب في غزة. الملفت للانتباه أنه تقريبا في 50 ألف طالب بالسنوات الثلاثة الأولى، وهذا الشيء يعني لفت انتباهنا، لأن الحمد لله 40 طالب طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي تقريبا يشكلوا أكثر من 35-40% من الطلاب اللي بدأوا تسجيلهم على هذه المنصة. خلال آخر 48 ساعة في تقريبا 41 ألف فيديو تمت مشاهدتهم من قبل الطلاب. أن 24 ألف رسالة وصلتنا من الطلاب خلال الأسبوعين الماضيين، كلهم سعيدين وفخورين ومرتاحين، ما جاتنا رسائل سلبية تكاد تذكر يعني على التطبيق، كانهم كل مرتاحين، بدأوا في الدراسة، يشعروا الآن أنهم في الامتنان، أنه الحمد لله رب العالمين أنه بدأنا على الأقل. طب فيه هو تفاعل؟ يعني هل بيصير في تفاعل بين الطلبة، ولا هو يعني بتعاملوا مع شيء مسجل؟ اليوم المنصة مصممة بحيث أن يكون المحتوى مادة مسجلة. نعم. لكن بطلب من جامعة العلوم الإسلامية الآن نحن نعمل على تطوير هذه المنصة بحيث تصبح جزء منها تفاعلي. آه. وممكن ربطها في منصات أخرى إذا كانت على سبيل المثال المنصات في وزارة التربية والتعليم في فلسطين ترغب في ربط المنصتين مع بعض، فممكن يكونوا في تواصل بين المنصتين بحيث أن يكون في عمل متوازي، يكون عمل متوازي بحيث أنه ما يكون في نوع من الدوبليكيشن، في نوع من يعني فريقين بيشتغلوا في نفس الوقت، فممكن. نعم. يكون ربطها في منصة التربية. نعم. والتعليم في فلسطين. نعم. دكتور راسم، أكيد حضرتك طبعا على يعني متابع لهذه المبادرة، لكن السؤال كيف أخذ الناس علما بوجود مبادرة من هذا النوع، ولأي درجة تعتقد أنه سيكون التفاعل معها مساوي للحاجة التي كنا دائما نتحدث عنها هنا من أن الطلبة في فلسطين محرومين في الحقيقة إلى حد بعيد من أن يتلقوا التعليم بالشكل الذي يجب أن يكون عليه؟
هم هذه من خلال هذه المنصة، منصة جو، ومن خلال مبادرة جامعة العلوم الإسلامية التي نتواصل في هذا الاتجاه، تم التعرف على هذه المنصة وعلى حدود هذه المبادرة التي أطلقتها جامعة العلوم الإسلامية. وبالتالي في قطاع كانت موجهة، أنا ما أعتقد بالأساس كانت موجهة للطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة، لأن الطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة هم حرموا من عام دراسي كامل، وهذا العام الدراسي الثاني الذي لم يلتحق فيه الطلبة في مدارسهم بسبب ما تعيش قطاع غزة من ظروف استثنائية باستمرار العدوان الإسرائيلي على شعب أبناء شعبنا في القطاع. هذه المبادرة تتوسع شيئا فشيئا كما ذكر الدكتور والمهندس، الآن 120 ألف طالب، وأعتقد بأن هذا يحتاج أنه يتم توسيع هذا التعليم بشكل متواتر في هذا الاتجاه، وعندما يتم اعتماد هذا التعليم بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أعتقد بأن هذا سيوسع المدارك والآفاق باتجاه أن هذه المنصة توفر الحفاظ على التعليم الفلسطيني والمنهاج الفلسطيني في ظل ما يتعرض له المنهاج الفلسطيني إلى مضايقات ومحاولة شطب وتصفية سواء في مدينة القدس في قطاع غزة. أنت تدرك تماما أن المدارس التابعة لوكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين أيضا تمارس عليها ضغوط لعدم تدريس المنهاج الفلسطيني تحت حجج وضرائع أنه يحرض ما بين قوسين على الإرهاب وأنه يمجد الشهداء ويمجد الأسرى، وبالتالي هي يجري محاربة هذا المنهاج الذي يفترض أن الدولة المضيفة تدرس المنهاج هذه الدولة، بمعنى أن وكالة الغوث هي ملزمة بتدريس المنهاج الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن نحن نشهد تدخلات سواء كانت إسرائيلية أو أمريكية وغيرها في محاولة فرض منهاج غير المنهاج الفلسطيني على شعبنا في قطاع غزة. في مدينة القدس الاحتلال هو أشرس في هذا الاتجاه الآن في إطار محاولة فرض السيادة والسيطرة الشاملة على مدينة القدس، والاحتلال لا يعترف بأن القدس هي مدينة محتلة، بل يقول بأن هذه القدس هي بين قوسين عاصمة لدولة الاحتلال، وبالتالي هو يتوسع في تدريس المنهاج الإسرائيلي ويحارب المنهاج الفلسطيني، ولذلك نحن نحتاج هذا المنهاج بشكل أساسي من أجل الحفاظ على الهوية والثقافة والانتماء الفلسطيني، بالإضافة إلى عملية الوعي، لأن الجبهة الثقافية وجبهة الوعي هي أخطر الجبهات، وبالتالي إذا نجح الاحتلال في إعادة على الأقل في برمجة أنه العبث في برمجيات العقول الطلبة في هذا الاتجاه، فأعتقد نعم. أنه يستطيع أن يخترق طيب. هذه الجبهة، ولكن في وجود مثل هذه المنصة أعتقد أنه يشكل درع حماية وأمن للطلبة الفلسطينيين، وخاصة أن الطالب يستطيع أن يدخل باسم مستعار في إطار الحفاظ على أمن وأمان هذا الطالب سواء في قطاع غزة، يستطيع نعم. طيب كلام مهم راح نستأنفه، لكن لدينا فاصل قصير وبعد ذلك إن شاء الله نستأنف النقاش. من جديد مشاهدي الأعزاء، وأواصل الحديث مع ضيوف هذه الحلقة، الدكتور جعفر فناطسة رئيس جامعة العلوم الإسلامية، السيد راسم عبيدات عضو اللجنة الأهلية للدفاع عن المنهاج الفلسطيني، والمهندس علاء جرار المدير العام المؤسس لمنصة جو أكاديمي. اسمح لي أعود بالسؤال لحضرتك، وقد أشار السيد راسم إلى مسألة أنه الطلاب يدخلوا إلى هذه المنصة دون أن يتعرضوا لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي. شو الإجراءات اللي عملتوها من أجل أن يكون المستعمل لهذا البرنامج محمي بطريقة أو أخرى؟ يعني في حواراتنا مع الجامعة كان في عدد من المقترحات والمتطلبات اللي طلبتها من الجامعة في تطوير البرمجية، أحدها أنه الطالب يكون نحفظ الوضع الأمني للطالب أنه مجهول وغير معروف وبالتالي غير قابل للمتابعة، فإحنا عملنا للطالب خيار، إما بحب يعمل بروفايل ويسجل باسمه ويدخل على المنصة ويكون معروف في المنصة، أو ممكن يكون
غير معروف. اليوم احنا عندنا على المنصه تقريبا 120 أو 124 الف طالب بيدرسوا على هذه المنصه، منهم 60 الف طالب يعني وافقوا انهم يضعوا معلوماتهم، حطوا اسمائهم، وفي تقريبا الاغلبيه كانت بشكل مجهول اليوم. نعم. هذا الطالب غير قابل للمتابعة، فأمنيا الحمد لله رب العالمين وضع الطلاب ما في عنه مشاكل، وبنفس الوقت أخذنا بعض الظروف اللي هي. لكن كيف بدنا نوافق؟ يعني فرضنا هذا بيكون مجهول للآخرين لكن مش مجهول لجامعة العلوم الإسلامية. صحيح. هذا مهم، لأنه زي ما قلنا إذا وصلنا إلى مرحلة بده يكون في اعتماد للمنهج وللطالب انه بترفع من مش هيك دكتور؟ صحيح. نعم. يعني احنا بنحاول انه نوفر الامان حتى في استخدام مثل هذا التطبيق. نعم. بمعنى انه بامكانه حتى يدخل على التطبيق يوضع تخطى ويدخل الى المنهاج. يعني كان الهدف الاساسي من وجود هذا التطبيق هو ايصال فكرة العلم للجميع. نعم. ولكن الشهادة لمن اراد. تمام، حلو المعادلة. نعم. نعم. فإذا هو أراد أنه يسجل معلوماته حتى إذا تم في المستقبل إن شاء الله اعتماد هذا البرنامج وكان تم يعني الآن الترفيع من صف إلى آخر وبده يحصل على شهادة، فبإمكانه يضع المعلومات. لكن التطبيق في غاية الأمان، بإمكانه أنه ما يضع أي معلومة، أنه يدخل ويتعلم وزي ما حكيت لحضرتك كعلم للجميع. نعم. سؤالي برضو لحضرتك مرة أخرى فيما يخص اعتماد المنهاج من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، هل ماشيين في إجراءات الاعتماد؟ هل هناك على فرض أنه لسبب ما استطاعوا يعتمدوا، خاصة مثلا عندما في القدس لأنهم ممنوعين من أي ممارسة في كيف بدنا نضمن للطالب أنه لا يعني جهده ما رح يروح خسارة ورح يتسجل له أنه اجتاز يعني الصفوف إلى مرحلة الثانوية العامة وما بعدها؟ يا سيدي احنا الآن بداية على تواصل مع وزارة التربية في فلسطين مع أشقائنا وإخواننا هناك وتواصلنا معهم، والآن التطبيق والمحتوى هو قيد المراجعة عندهم. نعم. وإن شاء الله أنه نصل لاعتماده حتى يكون فعلا يحقق الغاية الأمثل من وجود هذا التطبيق. ولكن يعني ولنفترض وإن شاء الله هو فرض يعني غير مطروح أنه ما تم اعتماد مثل هذا التطبيق، على الأقل الأرقام اللي موجودة أمامنا يعني تشير إلى أنه حققنا إحنا الغاية المرادة، وهي أنه ما نحرمهم على الأقل من فرصة التعليم، حتى لو حرم من الشهادة لكن على الأقل تتاح فرصة التعليم لهم. أستاذ راسم، تتوقع إقبال متزايد من الطلاب فلسطين على استخدام المبادرة تنزيل المناهج؟ وأيضا وإحنا حكينا كثير في موضوع منع المنهاج الفلسطيني في القدس، هل يعني هناك ربما إجراءات إضافية أو إيجاد شيء خاص بالدارسين من القدس نظرا لظرفهم الاستثنائي؟ نعم يا سيدي، أنا أعتقد بأن هذا سيمكن من توسيع دائرة الإقبال على مثل هذه المبادرة، وإن كان هناك خصوصيات لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس على وجه التحديد داخل ما يعرف بجدار الفصل العنصري، بمعنى الحدود بلدية القدس وحدود بلدية الاحتلال في مدينة القدس، وبالتالي هؤلاء الطلبة في مدينة القدس عندما نتحدث عن المجموعة الطالب الدارسين في مدارس التربية الدارسين في مدينة القدس سواء في مدارس خاصة أو في مدارس تابعة للتربية والتعليم بمعنى الأوقاف الإسلامية، وأيضا المدارس التي تسيطر عليها بلدية الاحتلال، هناك أكثر من 100 و2000 طالب فلسطيني في هذا الاتجاه، وهذا رقم كبير جدا، ولكن جزء من هؤلاء الطلبة موجودين في ضواحي مدينة القدس، وبالتالي أنا أعتقد بأننا نحتاج إلى البحث عن طرق خلاقة تمكن الطالب الفلسطيني في مدينة القدس أو مبادرات خلاقة في هذا الاتجاه من أجل أن يستفيد من هذه المنصة ومن هذه المبادرة، باتجاه أنه حتى لو استمر في عملية التعليم ولكن استخدم هذه المنصة من أجل أن يحافظ على المنهاج الفلسطيني، وهذا منوط بلجان الاتحاد لجان أولياء الأمور ولجان الأباء والجانب الرسمي الفلسطيني في هذا الاتجاه بتشجيع مثل هذه المبادرة في إطار بدلا أن يتم على سبيل المثال طباعة دوسيهيات في المواد المحذوفة من المنهاج الفلسطيني وتمسيحها على الطلبة أو عدم استخدام المنهاج المحرف في هذا الاتجاه،
الحملات المداهمة التي يقوم فيها الاحتلال بإمكانهم أن يحيلوا الطلبة إلى مثل هذه المنصة لتعويض النقص في هذا الاتجاه. نعم. طيب. بمعنى أن يوجهوهم إلى استخدام هذه المنصة لأنها تعرف وتحمي المنهاج الفلسطيني في عمليات الحذف التي والتزوير نعم. بدنا نعرف من الدكتور جعفر نعم. كيف يمكن تنزيل التطبيق؟ كيف بكل سهولة ويسر يعني يمكن لأي طالب الحصول على هذا التطبيق، وهو متاح على كافة المتاجر سواء على الأندرويد أو الأبل أو حتى هواوي. مجرد ما يضع وايز سكول بيظهر عنده التطبيق وبتم تحميل هذا التطبيق مباشرة، لا يحتاج إلى وضع أي معلومة. والجميل أنه في هذا التطبيق أنه بعد تحميل هذا التطبيق وتحميل الآن على الهاتف يمكن لأكثر من طالب أن يدخل على نفس الجهاز. نعم. يعني بتعرف يعني في قناة في غزة قد لا تكون متاح جهاز لكل طالب، فأي طالب مهما كان صفه يعني هو وإخوته خلينا نقول نعم. صف أول ثاني، فبدخل على الجهاز الواحد وبحمل التطبيق، هذا بدخل على الصف الثاني، هذا على الصف الخامس، هذا بالثانوي، كل واحد على صفه. نعم. كل واحد على صفه. وفي مرونة حتى في التعامل، يعني ممكن يحضر درس أو يحمله يعني عنده أو حتى الوحدة أو حتى المنهاج. نعم. كامل حتى يقدر يرجع له بعدين. نعم. أنا بدي أسأل المهندس علاء في إطار أمن الشبكات، كيف بتضمنوا إنه ما يصيرش في اختراق لهذه المنصة؟ كيف ممكن تحموها؟ لأنه زي ما قلنا إنه هو هاي معركة على السردية التاريخية، وفي الجزء الأكبر منها هي سردية مناهج التعليم، سواء كان التاريخ ولا الدين ولا الجغرافيا ولا مداخل كثيرة فيما يخص ما يزعج المحتل الإسرائيلي اللي بحاول يفرض سرديته الغير صحيحة الكاذبة، وعلى أنه صاحب حق في هذه الأرض، وبدون أدنى شك أنه المناهج قضية أساسية في السردية الفلسطينية في مواجهة السردية الصهيونية. يعني ممكن نأخذها من جهتين، من جهة المحتوى، وإحنا حاولنا نحمي المحتوى بأنه حملناه على 4 منصات سحابية. نعم. بحيث أنه المحتوى ما يكون موجود على منصة سحابية واحدة، وبالتالي في دائما له في بديل في حال لا سمح الله أحد المنصات السحابية صار عليها إشكالية في منصة سحابية أخرى. فاليوم إحنا شغالين على 4 منصات سحابية، وهذا ما تجده في أي مكان، أنه المحتوى مرفوع على 4 منصات سحابية في نفس الوقت حتى نضمن أنه دائما محمي. المعالجة تجي من عندكم ولا من المستعمل؟ يعني بجوز كمان المستعمل ما يعرفش. المعالجة من عندنا. الطالب ولي أمره لا يعرف ولا. نعم. يعني بالنسبة له هي خدمة غير ملموسة، لأنه. نعم. هو ما بيعرف كيف يتعامل. نعم. مع التقنية. فمن. نعم. حيث المحتوى حمينا المحتوى بأنه رفعناه على 4 منصات سحابية. من حيث التقنية إحنا اليوم في على منصة جيو أكاديمي فينا تقريبا أكثر من 85 مطور ومبرمج. يعني استخدمنا أحدث لغات البرمجة، وعندنا فريق ما شاء الله يعني من أفضل وأقوى المبرمجين في المنطقة في عملية التعليم، وبالتالي اتبعنا أحدث تقنيات، أحدث لغات البرمجة، وأحدث الأدوات المتاحة اليوم إن في حماية التقنية من حيث السيرفرات، من حيث الخوادم، كلها محمية بشكل يعني إلى حد اللي بنعرفه هو أفضل شيء موجود الآن في التقنية وفي في السوق اليوم. نعم. أستاذ راسم عبيدات، إحنا زي ما قلت في بداية البرنامج كثير حكينا مع حضرتك فيما يخص المنهاج الفلسطيني في القدس بشكل خاص، واليوم نتساءل إلى أي درجة ممكن الاستفادة من هذه المنصة في مدارس القدس الخاصة والعامة، وفي نفس الوقت نعرف وأنت في لجنة يعني اللجنة الأهلية للدفاع عن المنهاج الفلسطيني إلى أي درجة هذه المبادرة تشكل حل كبير بالنسبة لأهداف اللجنة التي طالما تحدثنا عنها في هذا البرنامج. نعم، أنا أعتقد أن هذه المبادرة كما قلت لك على درجة عالية من الأهمية، لأن عملية توسيع المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس في ظل الحرب التي تشن على هذا المنهاج، أولاً هناك حوادث وعملية نقل الكتب للمدارس هي تحتاج إلى اجتياز هذه الحوادث، وبالتالي هو هناك الوقت وهناك جهد وهناك ملاحقة، وبالتالي هذه توفر الكثير وتستطيع أن توصل للمنهاج
إلى الطالب الفلسطيني بأسرع وقت دون أن يتعرض عملية من يقوم بنقل الكتب أو من يقوم بتوزيعها أو المدرس الذي يقوم بالتدريس إلى المساءلة الأمنية من قبل الاحتلال أو عمليات الاعتقال. فأعتقد أن هذه تفتح آفاق أمام الطالب الفلسطيني في مدينة القدس لكي يستطيع أن يصل إلى أن يحافظ على منهاجه الفلسطيني ويحافظ على الرواية والسردية الفلسطينية أو الرواية والسردية العربية الإسلامية في هذا الاتجاه حول واقع ليس واقع المدينة وواقع التاريخ والجغرافيا والشعب الفلسطيني ووجود هذا الشعب وكذلك حتى التعرف في قضايا ما يتعلق بالأمة العربية والإسلامية لأنه حتى في الكتب المتعلقة في التربية الإسلامية أو التاريخ أو الجغرافيا وحتى تصل الأمور حتى في الرياضيات عندما تكون هناك موجود صورة للعالم الفلسطيني يتم شطب هذه الكتب من قبل وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في مدينة القدس. فكيف إذا ما كانت عندما يتم على سبيل المثال هناك تمرين في التربية الوطنية يقول المسافة بين نابلس وعلى سبيل المثال ويافا نفرض 60 كيلومتر يتم شطب هذه العبارة على اعتبار أن مدينة وفق هذا المنهاج أن مدينة يافا هي خارج إطار أنها مدينة فلسطينية وبالتالي مثل هذا حتى في إطار القياسات والمسافات يتم التزوير في هذا في هذه القضايا فكيف في إطار ما يتعلق بالرواية والسردية وهم لا يحاولون فقط فرض الرواية والسردية على المنهاج الديني بل هم يحاولون فرض الرواية والسردية على المسار التاريخي بشكل عام تمام طبعا ولذلك هم يعملون بشكل ممنهج في هذا الاتجاه على طمس الهوية والثقافة ليست الفلسطينية بل الهوية العربية الإسلامية للمدينة كما يجري الآن في قضية المسجد الأقصى يا سيدي يريدون أن في هذه القضية في على وجه التحديد دعني أتحدث في هذه القضية هم يريدون العبور في المسجد الأقصى من الزمن الإسلامي إلى ما يسمونه الزمن اليهودي بمعنى أنهم يوظفون كل أعيادهم الدينية ومناسباتهم بين قوسين القومية من أجل أن يتم تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى وصولا إلى محاولة السيادة والسيطرة على المسجد الأقصى وأنت أدرى لا هذا نعم هذا أكيد ما هو لب الموضوع يعني قضية مركزية المسجد الأقصى والحرم القدسي بكل تاريخي وكل أبعاده ومعاني. أنا بدي أشكرك كثير أستاذ راسم عبيدات ولعل تكون إن شاء الله أنت والدكتور جعفر تكونوا بتعرفوا بعض وإذا ما كان لابد من أنه شخص مثل حضرتك يكون فيه اتصال معه في إطار يعني قياس الآراء والأفكار وتبادل الأفكار لخدمة هذه المبادرة التي وصفتها حضرتك ووصفها جميعا بأنها على قدر كبير من الأهمية. شكرا لك أستاذ راسم عبيدات عضو اللجنة الأهلية للدفاع عن المنهاج الفلسطيني كنت معنا من القدس. شكرا شكرا لك دكتور. أنا عندي يعني هذه الورقة مكتوب عليها مثلا عدد الحصص 3714 حصة عدد أوراق العمل. هل يعني هذه هنا منهجية التعليم؟ صحيح. أعطينا فكرة حتى نعرف قديش الأمور يعني هل ما يجب أن يكون في الكتاب وما يترتب على الكتاب مثلا من امتحانات اكتساب مهارات يعني يريد تعطينا فكرة حتى نشوف إلى أي درجة هناك حالة تماثلية للواقع. صحيح. يعني هو التطبيق يحتوي حقيقة على 3600 فيديو تعليمي في المنهاج الفلسطيني المدرسي 2000 فيديو للمحاضرات الجامعية. التطبيق يحتوي على أوراق عمل يعني إحنا حاولنا في هذا التطبيق أن نصل إلى أعلى مستوى من المعايير الأكاديمية المعتمدة حتى يعني يحقق كله وحتى تصل فعلا الغاية من وجود هذا التطبيق. عندنا يعني الامتحانات يعني عندنا بحدود 500 امتحان بالضمن امتحان أول الشهر الأول امتحان الشهر الثاني الامتحان النهائي 7000 يمكن سؤال. يعني الحقيقة يعني هو
يعني مشروع تعليمي متكامل، يعني وكأنك في مدرسة حقيقية ولكن هي مدرسة افتراضية من خلال التعليم عن بعد. نعم. هل السؤال الأخير لحضرتك، بقي معنا دقيقة، هل في مراحل لهذه المنصة، يعني تطوير، انتقال من يعني اتجاه لاتجاه آخر، بمعنى ضمان توسيع المعرفة من خلال هذا أو تنويعها كذلك؟ مثل ما تفضل الدكتور جعفر، احنا اليوم حاولنا ننسخ المدرسة بصورة افتراضية داخل التطبيق. المحتوى الموجود اليوم في المنصة هو مش المحتوى النهائي، احنا ما زلنا نطور المحتوى، ما زلنا نطور أوراق العمل، ما زلنا نطور الامتحانات. فريق كامل من ما يزيد عن 120 معلم ومعلمة قائمين اليوم على هذا المشروع في إنشاء محتوى ومستمرين في تطويره. هذا من الناحية الأكاديمية. من الناحية التقنية، نحن نسعى أن يكون تطبيق تفاعلي في مرحلة من المراحل، بحيث أنه نستطيع ربط الطالب بالمعلم من خلال التطبيق بصورة متزامنة، بحيث أنه يصير الطالب مستفيد من المعلم إذا عنده أي أسئلة أو استفسارات ويستفيد منه. شكرا مهندس علاء جرار، المدير العام المؤسس لمنصة جو أكاديمي، على هالمجهود الطيب. والله يا دكتور جعفر، يعني ما عارف واحد شو يقول لك، ما في شك انها تستحق كل تقدير، لانه هذه المبادره احيانا للتوقيت كثير مهم. اكيد، لانه اللي عم بفكر انه هذا الشعب بده يعني يشيله من جذوره، بده يعرف انه لا، جذوره اعمق بكثير من وهن ايديه في ان ياخذ هذا الشعب من ارضه ومن حقوقه. و لذلك هذه المبادرة لها معنى كبير، ولو صحيح ان الناس مهتمين بمجريات الأحداث في أبعادها العسكرية، حرب الإبادة اللي بتعرضوا لها أهلنا في فلسطين، في قطاع غزة، وغير ذلك من عدوان مستمر على الضفة الغربية وأهلها وعلى القدس والمقدسات. هذا كله بيورجينا انه هذا الصراع وصل الآن للحد الفاصل، وبدون أدنى شك أن هناك حد بين الحق والباطل والخير والشر والمعتدي والمعتدى عليه. أنا أشكرك شكرا جزيلا، أقول لك هذه مبادرة تستحق الاستضافة. شكرا لكم، بارك الله فيك. الأستاذ الدكتور جعفر فناصر، رئيس جامعة العلوم الإسلامية. الشكر موصول كذلك إلى الأستاذ راسم عبيدات، عضو اللجنة الأهلية للدفاع عن المنهاج الفلسطيني. ومرة أخرى شكرا لك مهندس علاء جرار. مشاهدي الأعزاء، بهذا نأتي إلى نهاية هذه